السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسنا لكم الليلة هي سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ما قالت عائشة عنها: ما رأيت أفضل من فاطمة غير أبيها. كان فؤاد الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود يتقطر ويتفطر وعيناه تدمعان ألماً وهو يرى الذي يحدث أمامه في باحة الحرم المكي. زاد من ألمه تلك القهقهات التي انطلقت من المجرم أبي جهل ورفاقه من سفهاء مكة. فلقد رأى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بيت الله الحرام، وذلك بعد موت عمه أبي طالب الذي كان يحميه من بطش الكفار. فنظر عدو الله أبو جهل إلى رفاقه وسألهم: أيكم يقوم إلى سلا جزر بني فلان فيأخذه فيضعه في كتف محمد إذا سجد؟ وسلا الجزور هو أمعاء الشاه بما تحمله من أوساخ وقاذورات. فانبعث المجرم عقبة بن أبي معيط فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه. عندها ارتفعت ضحكات أولئك المجرمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لربه لا يحرك ساكنا. فأصبح عبد الله بن مسعود في حيرة من أمره، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالصبر على أذى المشركين، ونهاهم عن القتال في تلك المرحلة المبكرة من الدعوة الإسلامية. وفي نفس الوقت عبد الله بن مسعود وأرضاه من المستضعفين في مكة الذين ليس لهم منعة، فلو قام ابن مسعود إلى الرسول ليحميه لنشب قتال بينه وبينهم بلا شك. ولدخل المسلمون في دوامة هم في غنى عنها في تلك المرحلة المبكرة. عند هذه اللحظة رأى ابن مسعود طفلة صغيرة رأى طفلة صغيرة دون العاشرة من عمرها تجري كالبرق من بعيد بين شوارع مكة متجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقتربت منه أزاحت الأوساخ عنه بيديها الصغيرتين، ثم اتجهت نحو أبي جهل ومن معه من السفاء فشتمتهم بصوتها الطفولي وكأنها ملكة من ملوك الأرض. فصعق أبو جهل ومن معه من شجاعة هذه الطفلة الجريئة. وتساءل المشركون عن هويتها، فجاء الجواب: إنها فاطمة بنت محمد. وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها لم تكن بطلة فحسب، بل كانت ابنة بطل وابنة بطلة وابنة عمة بطل وزوجة بطل وأم بطلين عظيمين هما الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما. وكأن البطولة تجسدت وأرادت أن تختار لها اسم امرأة فلم تجد إلا اسم فاطمة بنت محمد، وكيف لا وهي تلميذة بيت النبوة التي تربت بين أحضان أشجع مخلوق خلقه الله في العالمين، والدها الذي كان يحبها حبا ما أحب أب لابنته في تاريخ الدنيا بأسرها. ووالله لكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت وفاطمة تدخل عليه حجرته، ولا أعلم هل كانت وطأة الموت أشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إحساسه بالضعف لعدم قدرته على القيام لابنته الحبيبة لتقبيلها على جبينه. فقد كان رسول الرحمة يقوم من محل مجلسه دائما إذا ما أقبلت عليه ابنته ليقبلها بين عينيها ثم يجلسها مكانه. لقد كانت هذه المرة الوحيدة التي يعجز فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على القيام لحبيبة قلبه. فعجبا للآباء الذين يهينون بناتهن وهم لا يساوون عند الله التراب الذي كان يمشي عليه رسول الله، وعجبا للذين تسود وجوههم عندما يبشرون بالبنات، وعجبا للذين لا يعاملون بناتهم معاملة طيبة كتلك التي كان يعامل بها رسول البشرية ابنة فاطمة. وحكايات فاطمة رضي الله عنها وأرضاها في البطولة والشرف لها أكثر من التحصى وأعظم من أن تتسع لها صفحات معدودة في كتاب من الكتب. فالمواقف البطولية التي تصف عظمة فاطمة بنت محمد أكثر من أن تحصى في ألف ألف كتاب. فنحن لا نتكلم عن السيدة الأولى في بلد من البلدان العربية، ولا تتحدث سيدة مجتمع من الطبقات الأرستقراطية، بل نتحدث وانتبه معي عن سيدة نساء أهل الجنة. شرف جعل من القلم عاجزا أن يكتب أكثر من ذلك، وماذا عسى أكتب عن سيدة هي سيدة نساء أهل الجنة. والشيء الذي لا تعرفه أغلب بناتنا
ممن يطلبنا لبن العصفور، والشيء الذي لا تعرفه أغلب بناتنا ممن يطلبنا لبن العصفور من خطابهن، أن هذه السيدة بنت السيد كان مهرها درهما أو درعا درعا ودرعا حطمية كانت بحوزة الفارس علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. والذي لا تعرف كثيرا من بناتنا الآئي يعتقدن أن ملكات الدنيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يهدي به ابنته يوم زواجها سوى كوب للشرب وجرتين للماء وخميلة ووسادة حشوها من الليف ورحاءين مثنى رحى وهي حجر الطحن. فكانت هذه السيدة العظيمة تجر بالرحاء حتى أثرت في يدها، وتسكي بالقربة حتى انحنى ظهرها، وكانت تنظف بيت زوجها حتى تغيرت حتى تغبر ثيابها وتوقد تحت القدر بنفسها حتى تحترق ثيابها. وكانت السيدة فاطمة رضي الله عنها تشارك زوجها الفقر والتعب نتيجة للعمل الشاق الذي أثر في جسدها. فأنا لكنا أن تكن مثل فاطمة، وهي أعظم منكن وأبوها أعظم من آبائكن. والحقيقة أن السيدة العظيمة فاطمة لم تأتي بهذه العظمة من فراغ، فهي وإن كانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أيضا بنت سيدة عظيمة من عظيمات أمة الإسلام. لقد كانت فاطمة بنت أعظم زوجة عرفتها الإنسانية عبر جميع عصورها، زوجة يتمنى كل رجل في الدنيا أن يرزق بها أو بامرأة لها جزءا واحدا من 100 جزء من الأجر أو الأجزاء المكونة لعظمتها، إن كان في صبرها أو حبها أو مساندتها لزوجها. فمن هي تلك البطلة العظيمة التي كانت أول من آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما هي تلك الرسالة التي جاء بها الملك جبريل عليه السلام من الله مباشرة لكي يوصلها لهذه السيدة العملاقة عن طريق زوجها؟ هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.